بما تقبل أو ترفض. أنت وصفت السيد الزرفي بأنه مناهض وبشكل صارخ لإيران وللنفوذ الإيراني ومتطابق تماما مع خطاب المتظاهرين. الشعب هل هو بحاجة إلى رجلا يمتلك صفات من هذا النوع، أم أن هذه الصفات قد لا يمكن لها أن تحقق شيء وقد تكون خارج الخيارات؟ لا، هو المزاج العام الآن ضد النفوذ الإيراني، المزاج العام الشعبي، وشفنا المظاهرات في كربلاء والنجف والناصرية والبصرة وفي كل مدن العراق الشيعية، خليني أقول اللي هي فلنفترض بعض رموزها كانوا جسر للنفوذ الإيراني أو أدوات للنفوذ الإيراني في العراق. المزاج الشعبي ضد النفوذ الإيراني، وبغض النظر عن الساحات، أنا أعرف إذن الزرفي يتطابق مع المزاج الشعبي. المزاج الشعبي يبحث ويريد شخص بمواصفات الزرفي فيما يتعلق بالأمر المناهض لإيران، وليس في كل الأمور. الزرفي أيضا الجماهير تريد شخص مستقل، لم يتولى الإدارة، ليس عليها معروف منه، ليس إلى آخره. ولكن في جزئية النفوذ الإيراني، المزاج العام يريد شخص مناهض للنفوذ الإيراني، ولذلك الكثير من الناس رحبوا بالزرفي متجاهلين الأشياء الأخرى، مسلطين الضوء باعتبار أن العراق يدفع، أن تخلف العراق وبؤسه وفساده ووضعه السيء وكل ما يجري فيه من تجربة الشخصية في العملية السياسية ومن زمن المعارضة هو جراء النفوذ الإيراني المتزايد، الذي يتدخل حتى في تعيين مدير ناحية بصلاح الدين أو مدير شرطة بحمام العلي. بالغوا في عملية التدخل وحموا عتاة الفاسدين، لأن بعض المؤسسات الإيرانية كانت تتمول وتنتفع من عمليات الفساد. فأكو مزاج شعبي واسع النطاق ضد النفوذ الإيراني، وهذا المزاج الشعبي يرحب بالزرفي، لأن الزرفي مشرس. يعني احنا ايضا بحاجة الى يعني حيدر العبادي كان رئيس وزراء جيد، ولكنه ما ادري مور كوايت، يعني زيادة بارد، ما اعرف شو اقول لك، زيادة هادئ، زيادة هادئ اكثر مما يجب. لو حمر عيونه على الفاسدين يمكن كان الوضع اختلف، مع ان الرجل لم يخرج بإرادة وطنية عراقية من عدم تولي رئاسة الوزراء، وإنما خرج بإرادة إيرانية هي من قررت أنه لا يجدد لحيدر العبادي.